هذا مركز بحر أبو سكينة، ويقال لها أيضا خميس البحر. خميس البحر في عسير، تابعة لمحافظة محايل. محافظة محايل التابعة لعسير، قريب من جنوب السعودية. ما شاء الله. ولماذا سميت بهذا الاسم يا شيخ؟ إلى أول من سكن في هذه المنطقة له بنت اسمها سكينة. وبحر يعني ليست هي على البحر، المكان الذي يكون قريب من البحر، يعني بينه وبين البحر حوالي 70 كيلومتر. ترى كأنه يعني منبسط كالبحر. ما شاء الله، الله يوفقنا وإياك يا شيخ علي. جزاك الله خير.